الأخطاء الطبية هي أخطاء ترتكب داخل المجال الطبي، ربما لانعدام الخبرة والممارسة لدى الطبيب والفئات المساعدة له، وربما أيضاً لأن الحالة طارئة يستدعي التعامل معها السرعة أكثر من الدقة، ولأسباب كثيرة وعديدة نتحدث عنها اليوم في الإسعاف الأولي في حديث خاص عن الأخطاء الطبية داخل أقسام الطوارئ مع ضيفي أحمد لنعيمات المسعف المتخصص. حياك الله معنا أحمد. أهلاً آيات. هلا أحمد، لما نتحدث عن الأخطاء الطبية داخل أقسام الطوارئ فما الذي نقصد بالأخطاء الطبية؟ نعم، طيب بالبداية إحنا إذا تطرقنا لمثل هذه المواضيع أو الأخطاء الطبية يجب أن نميز الصواب وبعد ذلك نميز الأخطاء. صحيح. نعم صحيح. فالصواب يأتي من ناحية الأداء الوظيفي لكل شخص في القطاع الطبي، وزي ما تفضلت في المقدمة أن هناك الأطباء والكوادر المساعدة. لو طرقنا هذا الموضوع سريعا، عندنا حتى الأطباء في عندنا كثير اختصاصات: الباطنية، الجراحة، عظام، أطفال، جراحة أعصاب، باطنية أعصاب، عيون، أذنية إلى آخره. أوكي؟ هذا النوع من المواضيع فيما يخص الأخطاء الطبية. نعم. بمخيلتي أنه الأخطاء الطبية تعتمد على نوع الاختصاص، لذلك أنا تطرقت إلى ذلك. فالأخطاء قد تكون شائعة أكثر في التخصصات التي تميل إلى الجراحة، والسبب يعود في ذلك إلى التعامل المباشر مع المريض، أو وجود مثلا جروح، وجود كسور، وجود تداخل جراحي من ناحية العمليات، إما بفتح البطن أو الصدر مثلا زي الأوبن هارت، أو عمليات القلب المفتوح، أو العمليات الدماغية، حتى زي أيضا العمليات اليومية اللي بتجروها الدي كيس احنا بنسميها. نعم. زي مثلا مرات ممكن تكون يعني مثلا أبسز اللي هو زي ورم دمل. في الدمل. نعم. أو عمليات صغرى أو متوسطة زي الهيمورويد أو عمليات البواسير، خلينا نحكي هي يعني فئات، ولكن كونه في تداخل جراحي، كونه في لازم يكون في دقة عالية بالمواد المستخدمة من ناحية التعقيم، فممكن يكون هذا واحد من الأسباب مبدئيا فيما يخص الأخطاء الطبية، أو هون نقدر نصنفها للمضاعفات الطبية. أوكي؟ نعم. يعني بنسمع والله أثناء إجراء عملية جراحية الطبيب نسي الشاش، نسي مقص. نعم. حتى وصل من باب المبالغة أنه ناس تحكي نسي هاتفه داخل الجرح، وهذا أمر مستبعد طبعاً. لكن من كثر الأخطاء الطبية اللي نسمع فيها صار مجال واسع للتأليف ونقل الشائعات. نعم. 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 هذا الموضوع برضو مهم جدا، وحقيقة واحد من الأسباب اللي تستدعي أنه الناس تتطرق لمثل هذه المواضيع بالمبالغة، أنا بنظري السبب الثاني اللي هو كمية أو عدد الناس التي يستقبلها كل مستشفى. فبعض المستشفيات ممكن تكون تستقبل طوارئ، ممكن تستقبل خلال 24 ساعة، وهي الإحصائية اليومية لكل مستشفى. نعم. 100 مريض مثلا يعتبر عدد قليل جدا، أو عدد معقول أنه يتعامل مع الكادر الطبي حتى لو كان عددهم يعني 5-6 أشخاص يعني مناوبين، بينما بعض المستشفيات تستقبل آلاف من الحالات، هذا مرات بيدخل الكادر الطبي سواء الأطباء أو خصوصا المستشفيات اللي يشملها التأمين الحكومي. نعم صحيح. بشكل رئيسي المستشفيات الحكومية والعسكرية تستقبل الآلاف من الحالات، فهون الطبيب أو الكادر الطبي بشكل عام ما عنده الوقت الكافي أن يعطي حق المريض من ناحية أخذ التفاصيل كاملة عن السيرة المرضية وشرح كل التفاصيل هذا المريض فيما يخص العلاج، الفولو اب خلينا نحكي ما بعد الاجراء الطبي اللي تم بالطوارئ، او حتى خلال هذا الاجراء الطبي بالطوارئ. انت يمكن حكيت بالمقدمه انه مرات بيعتمدوا على السرعه اكثر من الدقه. نعم. وهذا الحكي مزبوط خاصه بقسم الطوارئ. ليه؟ لانه انا ممكن انا استقبل حادث سير مثلا يجيني، وانا تعاملت مع مثل هذه الحالات، فبدك تضطر تنقذ حياته افضل من انك تعمل. نعم. اي اجراء اخر ياخذ وقت لحتى تتاكد من دقه التشخيص، لكنه ياخذ منه حياته 100%. يعني في واحد من الحوادث السير استقبلناها بالذكر بواحد من المستشفيات 37 حاله دخلت مره واحده، طبعا كان في 7 منهم arrived dead او متوفين اوريدي الله يرحمهم، و30 كان بدهم تداخل جراحي اما بسيط خياطه اما عمليات كبرى زي الناس اللي يمكن حكينا هذا الموضوع قبل هيك، انه يصير في نزيف بالطحال فصار في تدخل بغرفه العمليات، بالتالي هون انا ما عندي فرصه اصنف الحالات بطريقه خلينا نحكي بطيئه او خلينا نحكي روتينيه، لا. نعم. انا هون بدخل المريض مباشره على العمليات، بدخل مباشره على قسم الجراحه رجال او جراحه نساء، وبتم التعامل معه بهاي الاقسام زي كانه بالطوارئ. برضو عندي عدد الاسره ممكن مرات غير كافي ممكن يكون 100%. نعم.
وغير هيك انه احنا كثير منها نستدعي الكادر اللي اوريدي اوف يعني مش مداوم، لانه الكادر مثلا تحكي 37 حاله وكلهم مداومين 5-6 نوي انهم يلحقوا، فطبيعي جدا انه فرصه الاخطاء هون وارده. ولكن انا بدي انوه لشغله كثير مهمه اللي هي هلا في فرق ما بين الاخطاء المؤثره جدا اللي بتعمل عندي مضاعفات كرونيك مزمنه عند المريض وتهدد حياته او صحته على المدى البعيد، صحيح، وفي اخطاء بسيطه يمكن تفاديها، وزي يعني مثلا لنفرض اعطيت دواء انا ممكن يعمل هذا الدواء تحسس لهذا الشخص. اوكي، هلا حتى الحساسيه لها درجات، يعني اعلاها نسميها احنا انفلاكتيك شوك او صدمه الحساسيه، هاي ممكن تعمل عندي توسع بالاوعيه الدمويه، بالتالي بينزل ضغط المريض وبدخل بتصارع بنبضات القلب وغباش بالعيون، يعني لكنه امر وارد. نعم، خصوصا في الحالات الطارئه اللي بتجيكم مثلا للطوارئ ومضطرين تعطوها مضاد حيوي مثل البنسلين ولسه ما عملتوا لها تيست. نعم، ولكن في ففي تحسس. نعم، ولكن في برضه هون لغط عند الناس، وهاي من الاخطاء والمبالغات عند الناس. مثلا عندنا الحديد، ماده الحديد اللي تنعطى عن طريق اي في عن طريق الوريد. نعم، اوكي، ممكن هاي الماده يكون مصروف له، غالبا تنعطى للفيميل بنزل عندهم الحديد قوه الدم، يكون صارف لها الدكتور 10 ابر. اوكي، صحيح، وحكي لها مثلا كل 3 ايام خذي جرعه، تخيل ممكن على الجرعه العاشرة يصير عندها تحسس. وارد. نعم، وبيحكوا لك ايضا ممكن تاخذها مره وبعد سنه تضطر تاخذها او سنتين يصير عندها تحسس. نعم، اوكي، سو هون انا بكون سأل المريض طبعا من ضمن الميديكال هيستوري واستقبال المريض بالبدايه من التمريض والبراميديك او من الطبيب، لازم نسأل عن الميديكال هيستوري وعن الالرجي، اذا عندك تحسس من اي شيء، عندك امراض مزمنه، عمليات سابقه، ادويه ريجولار الى اخره، هاي من ضمن الاشياء الروتينيه اللي لازم نسالها. اوكي، هلا المريض ممكن ما بيعرف للاسف انه مخرات الاخطاء بتكون عكسيه، ساليني كيف؟ كيف؟ يجي على المريض، المريض بفكر انه شو يعني بنسلين الرجي، انه عندك تحسس من البنسلين، تساله عندك حساسيه؟ بقول لك لا انا تمام واخذته قبل هيك وعمره مش مجربه. بقول لك فانت مرة. بالتالي انا اخذت منك سيرتك المرضيه. سيرتك المرضيه كيف راح احكم؟ بناء عليها. بالضبط، انا لما بسالك مثلا انه انت عندك حساسيه من دواء فلاني، انت المفروض تخاف على صحتك اكثر مني، اوكي؟ فالمفروض انك ما تعطيني اجابه خاطئه. نعم. هلا اوكي لازم اعمل انا تيست، وقلت لك مثلا الانتي بوديز ممكن المره هاي ما تفاعلت من جسمك اللي هي الاجسام المضاده، المره الجايه تتفاعل، اوكي؟ بس هون انا لما بكون بقسم الطوارئ او اي سي او يعني اي مكان طبي، انا عندي قدره وعندي مقومات ان انا اتفادى الموضوع مباشره، زي الانفلاكتيك شوك اذا انترك المريض يعني النهايه بموت. نعم، بس اذا تداركناها بنفس اللحظه وهي حاله متكرره. اذا هو يعتمد على مدى مراقبه المريض ومتابعه حالته الصحيه طول ما هو على سرير. نعم، الطوارئ. لكن هنا السؤال، ما هي المسؤوليه القانونيه المتوقعه تجاه من يقوم بالاخطاء الطبيه ويرتكبها؟ نعم، فيما يتعلق بالناحيه القانونيه يرافقها للاسف حالات الاعتداءات من قبل المرافقين او المرضى على الكادر الطبي، ضرب وشتم وتكسير للاسف الشديد، ويعني اكيد شفنا وسمعنا بكثير من هاي الحالات. اللائحه القانونيه بهاي الحاله لازم يتم تبليغ الاجهزه الامنيه، يتم قدومها للمستشفى، بعض المستشفيات اللي هي العسكريه والحكوميه بيكون في مندوب امن عام اوريدي له مكتب في قسم الطوارئ، الخاصه لازم انت تبلغ الامن العام او الاجهزه الامنيه بشكل عام، بتم قدومهم الى المستشفى اذا هذا في حال كانت بقسم الطوارئ، ويعني خلينا نحكي مشاجره عرضيه جد. ولكن اذا كان في هناك خطا طبي خلال عمليه مع اخصائي او استشاري، هذا يستلزم تدخل قضائي. نعم، قضائي. نعم، اذا الله يعافينا، ان شاء الله ما نوصل لهي المراحل. لكن احمد، خلينا نحكي عن حادثه مرت عليك أثناء خبرتك في أقسام الطوارئ، نختم فيها هذا اللقاء، ولفتت انتباهك كخطأ طبي. نعم، كثير في حوادث طبعا مرت علينا، ولكن في عنا بالمجال الطبي في شيء اسمه مالتي أورغان أورغانز فيلر، اللي هو فشل متعدد بالأعضاء، يعني مثلا صار عندي فشل بالرئة ممكن تأثر مباشرة على القلب على الكلى، وتلاقي المريض صار عنده تدهور بحالته الصحية خلال يوم أو ساعات مرات أو يومين بالكثير. أوكي، الآن المريض لما بيجي على يعني واحدة من الحالات اللي بذكرها وتكررت للأمانة، يكون أساسا جاي على الطوارئ بتشيف كومبلين أو شكوى رئيسية هو بنظره ما بتوصل للموت. أوكي، بقول لك أنا والله عندي مغص كلوي مثلا، أوكي، وأول مرة بس شديد شوي، لما بتيجي تعمل فحوصات والصور الطبقيه بتكتشف انه عنده مثلا فشل كلوي. اوكي، هلا بقول له انت الان بحاجه لغسيل، طبعا بده يتفاجئ اولها والشوك هاي
وعمليه الانكار بالبدايه من كل المرضى والاهل طبعا، اوكي. فبتدخل بالغسيل تلاقي انه ما في استجابه من المريض، تلاقيه اوريد عنده ضغط، بلش ضغطه ينزل، الضغط نزل ممكن ياثر على القلب، بعدين صار في عندي رشح للسوائل، راحت على الرئتين، عمل عندي تجمع هرموني ما احنا بنسميه تجمع للسوائل بالرئتين، صار عندنا زي ايرور بالجسم خلينا نحكي، هذا صار عندي فشل متعدد بالاعضاء، كل واحد بياثر على الثاني، ولكن للاسف مثل هاي الحالات تدهور فيها كثير سريع. فتخيل انت تيجي المريض اليوم بعد يومين مثلا يقول لك ديد، توفى، دخل اي سي يو بعد ساعتين، الموضوع بكون المريض والمرافقين مش مستوعبينه، اوكي. فاول شيء بيخطر بباله بقول لك خطا طبي. وصلت؟ فهاي من ضمن الامثله، الامثله كثيره. ما تم تقديم العلاجات المناسبه او تم تقديمها على نحو خاطئ، فبالتالي تدهورت حاله المريض. دهمنا الوقت يا احمد، كل شكر لحضورك معنا، واللقاء دائما يتجدد بك في مواضيع مستقبليه. اكيد طبعا، شكرا لك.